الرئيس السيسي يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكي أمانو بحضور الكهرباء الدكتور محمد شاكر. الرئيس السيسي يؤكد لوزير الاقتصاد الألماني أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يركز على تطوير منظومتي الصحة والتعليم. الأرصاد تتوقع ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة غدا. السابعة مساء بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الأمان والأمن النووي في إطار مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبع. جاء ذلك خلال لقاء السيد الرئيس اليوم مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر. وأشار الرئيس السيسي إلى مساعي مصر للتوجه نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة أهدافها التنموية من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبع. وأكد سيادته اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون الراسخة مع الوكالة طبقا للالتزامات القانونية القائمة بين الطرفين، معربا عن تطلع مصر للتعاون الكامل مع الوكالة للاستفادة من خبرتها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر بما يدعم عملية تشغيل وصيانة المحطة النووية. كما أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لقيام الوكالات الدولية للطاقة الذرية ببذل مزيد من الجهد لدعم مساعي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط. ومن جانبه أشاد السيد أمانو بالإنجازات التي تحققت مؤخرا في قطاع الطاقة في مصر تحت قيادة السيد الرئيس، بما يرتقي بمصر إلى مستويات وآفاق أرحب في مسيرة التنمية. كما أشاد أمانو بالدور المصري الفاعل في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، معربا عن اهتمامه بتعظيم التشاور والتنمية التنسيق مع مصر للترويج لجهود وأنشطة الوكالة في أفريقيا. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بجانب وفد كبير من أعضاء البرلمان الألماني ومسؤولين كبار من الشركات الألمانية. وأكد السيد الرئيس خلال اللقاء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الجاري تنفيذه يركز على توفير الموارد لزيادة الإنفاق على تطوير منظومتي الصحة والتعليم مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا. وأشار سيادته إلى أنه تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاذبة وتنافسية وإطار تنظيمي محفز للاستثمار وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص، فضلا عن تكثيف جهود مكافحة الفساد. وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع رؤساء الشركات الذين أعربوا عن تقديرهم للتقدم الكبير الذي أحرزته مصر خلال عدد قليل من السنوات وبعد مرحلة من الاضطراب التي شملت المنطقة بأسرها. نجحت وزارة الخارجية المصرية في الإفراج عن البحارة المصريين الخمسة المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخولهم بشكل غير مشروع للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد سعودي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهم. وأكدت الوزارة أن البحارة المصريين الخمسة في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهم، حيث حرصت الوزارة على التأكد من سلامتهم خلال فترة احتجازهم. كشفت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية عن وجود حفائر للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بطريقة غير مشروعة، قادت إلى الكشف عن مقبرة أثرية بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء عبد الرحيم حسان مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير يا فندم. حدثنا عن المزيد حول هذه الضربة الناجحة لشرطة الآثار. الحقيقة القضية دي في الاستعراض في التقرير هو ما هوش حفر فقط، لا، القضية دي واخدة أهمية عالية. ليه؟ لأن دي الحفر بجوار سور المنطقة الأثرية في الأهرامات. نعم. المنطقة الأثرية في الأهرامات دي من أهم المعالم الأثرية على مستوى العالم. طب نقول إيه؟ هل حفر وخلاص؟
بحفر وفق للتصوير اللي موجود والمعاينة الموجودة، ممتد بشكل رأسي ثم بشكل أفقي، دلالة وجود جداريات أثرية عليها تماثيل جدارية. مفترض أن دلوقتي المجلس الأعلى للآثار يستكمل الحفائر فيه، وبمناسبة الحفائر احنا قبل كده كانت الحفائر بتتم بمعرفة بعثات أجنبية، مجهودات واسعة في السنتين الأخرتين الحفائر بتتم بمعرفة المصريين، ويستكملوا نتيجة الحفر اللي موجود ده ويتم الاكتشاف، لأن هو ملاصق للأهرامات الثلاثة، ملاصق للمنطقة الأثرية. ونقول طب لو لما وصل لهذا العمق مطلوب مساعدة المواطن في الإبلاغ عن أي حفر يتم. حفر زي ده بيشترك فيه كثيرين، تمام، ساعد شرطة الآثار، ساعد الجهات المعنية في البلد في الإبلاغ. طب هيساعد إزاي المواطن إن لم تكن هناك حملة إعلامية موسعة تحسسه بإيه الكنوز اللي موجودة تحت الأرض، إن هي دي عملوها أجداده هو أمين عليها حاليا، يجب أن تستمر للأجيال القادمة. طبعا تم التعامل مع هؤلاء، تم التعامل مع الهلاء والقبض عليهم. سيادة اللواء عبد الرحيم حسان مساعد وزير الداخلية الأسبق، بشكر حضرتك على هذه المداخلة. أحبطت مديرية أمن أسوان تهريب 3000 كتاب تابع لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، المزيد في سياق هذا التقرير. أحبطت مديرية أمن أسوان محاولة تهريب 3000 كتاب تابع لمديرية التربية والتعليم بأسوان بغرض بيعها لإحدى المدارس الخاصة بالقاهرة بسعر أقل من المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم. أكدت نائب محافظ البنك المركزي لبنى هلال تسديد ديون قطر وتركيا بالكامل، مؤكدة أن هناك ودائع للسعودية والكويت والإمارات. وقالت نائب محافظ البنك المركزي إن مؤشرات الدين ليست مزعجة كما يعتقد البعض، لافتة إلى أن حجم الدين الخارجي بلغ نحو 93 مليار دولار في شهر ديسمبر من عام 2018. وأوضحت هلال أن 75% من الديون طويلة الأجل ومعظمها من جهات مانحة كالبنك البنك الدولي والبنك الأفريقي، ملتزمة مصر بسداد أصل هذا الدين وفوائده التي يبلغ متوسطها حوالي 3.4%. وأضافت أنه وفقا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط وعضوية البنك المركزي لتحليل الأرقام ووضع سقف للاقتراض خلال الفترة القادمة. نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة ماراثون رياضيا بمدينة الشروق بمشاركة شباب الحزب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة. وبدمياط نظم الحزب معرضا لبيع الملابس الشتوية والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة. أما في الإسماعيلية فقد نظم الحزب قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين. وختاما، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 7 إلى 8 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي لها. وتبلغ ذروة هذا الارتفاع يوم الثلاثاء مصحوبا بنشاط الرياح الجنوبية على شمال وغرب البلاد وسيناء لتكون مثيرة للرمال والأتربة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. كما حذرت الأرصاد من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الأربعاء بقيم تتراوح من 9 إلى 10 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما تتكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة اعتبارا من يوم الثلاثاء، والتي يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء. وناشدت هيئة الأرصاد الجوية بعدم تخفيف الملابس وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار. ختاما، كان هذا موجز السابعة مساء من تلفزيون النهار. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.